احتفل موسم الرياض بأعياد مملكة البحرين الوطنية في أجواء ترسخ العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزز المشاعر النبيلة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. شهدت منطقة بوليفارد رياض سيتي أحدى مناطق موسم الرياض احتفالا بمناسبة ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، محتفية بمسيرة من الازدهار والمجد الذي تشهده مملكة البحرين. أحب أهني جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأحب أهني الشعب البحريني بهذه المناسبة من بوليفارد الرياض، وكل عام والشعب البحريني حكومة وشعبا بألف خير. حبيت أبارك لمملكتنا مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني المجيد، وأسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. نبارك للشعب البحريني حكومة وشعب إخواننا أهل البحرين، الله يوفقهم، ويوم وطني بحريني سعودي يعتبر سعودي، ففرحتنا فرحة وحدة احنا يا الشعب السعودي مع أهل البحرين، والله يوفقهم ومبروك إن شاء الله، وكل سنة احنا إن شاء الله نبارك لهم في اليوم الوطني بإذن الله. نبارك لجلالة الملك المعظم ونبارك للشعب البحريني في اليوم الوطني. وتحولت شاشات سكوير في بوليفارد رياض سيتي إلى عرض بصري يحتفي بقيادة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما تزينت النافورة وإضاءات البوليفارد بألوان علم مملكة البحرين تأكيداً لمدى ما تحمله المناسبة من مكانة كبيرة في قلوب الشعبين الشقيقين، ولما تمثله من ذكرى مجيدة للعديد من المواقف التي سطرها التاريخ وتوثقت أواصرها بالتلاحم والأخوة. أول شيء نبارك للشعب البحريني حكومة وشعب اليوم الوطني، والله يدم عليهم دائما هالأمن والأمان إن شاء الله. اليوم تواجدي أنا في مدينة الرياض، بس في اليوم يوم الوطني لمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين، طبعا أهني جلالة الملك المفدى المعظم الملك حمد ورئيس الوزراء الأمير سلمان وأمنا الغالية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وشعب البحرين على اليوم الوطني. أعاد الله علينا باليمن والبركات، والله يديم الأمن والأمان ويرفع قدر بلادنا في جميع المحافل إن شاء الله. نبارك للمملكة البحرينية باليوم العيد الوطني ونهنيهم ونقول لكل عام هم بخير شعبا وحكومة، وكل عام وانتم بخير. كل عام بابا حمد بخير. واحتفل زوار المنطقة على وقع الأغاني الوطنية البحرينية وألوان وعلم مملكة البحرين، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين. تأتي احتفالات بوليفارد رياض سيتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين البحرين والسعودية. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون مملكة البحرين، الرياض.